قبلت المحكمة الإدارية العليا بمصر النظر في الطعن المقدم من السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق ضد الأحكام التي أقرت نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. واختصم الطعن كل من رئيس الجمهورية بصفتي ورئيس مجلس الوزراء بصفتي ورئيس مجلس النواب بصفتي ووزراء العدل والدفاع والخارجية والداخلية بصفتهم. واعتبرت الدعوة أن القضية في محلها القانوني هو تنازل عن جزء من الإقليم وليست ترسيما للحدود البحرية. وأكدت أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها تنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الهاتف من القاهرة السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير أهلا وسهلا بحضرتك، وما الجديد في تيران وصنافير؟ الحقيقة تيران وصنافير تولاها اثنين من أفضل الزملاء السيد خالد علي والسيد علي أيوب محامين، وحصل على حكم تاريخي من محكمة القضاء الإداري بأنه تيران وصنافير مصرية، وده حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، ولكنه لم ينفذ. جاءني بعض المتدخلين في القضية وطلبوا أنهم يعني تنفيذ الحكم، ورفضوا ما يعتبرونه تنازل عن جزء من إقليم مصر. فالحقيقة أخذت الدعوة ورفعناها يوم الثلاثاء اللي فات أو امبارح، وصرحنا فيها وجهة نظرنا. تعرف حضرتك في المحاكم في طرفين، كل طرف بيقول حجته وفي الآخر المحكمة هي اللي بتحكم. ده حقيقي. احنا رحنا المحكمة الإدارية العليا وطلبنا تنفيذ الحكم، يعني الحكم لم ينفذ بمصرية الجزيرتين، وكان عندنا يعني جدل قانوني ذكرناه في عريض الطعن. أن في المقام الأول هذا ليس ترسيما للحدود البحرية، لأنه الترسيم البحري ده ترسيم مياه لا يكسب الدولة أرضا إقليمية. وأنت عارف أنا اشتغلت 10 سنين في قانون البحر لما كنت مدير الإدارة القانونية في وزارة الخارجية. فالاتفاقية عنوانها ترسيم الحدود البحرية، وليس هذا ترسيما للحدود البحرية، إنما في الواقع هو تنازل في رأيي عن في رأي الموكلين عن جزء من أرض الوطن. معالي السفير إبراهيم يسري. نعم. خالف أيضا. نعم معالي السفير عذرا على المقاطعة. ميثاق الأمم المتحدة. نعم. مبدأ الوحدة الإقليمية. نعم. الذي يمنع أي دولة من التنازل عن إقليمها إلا باستفتاء شعبي. وأيضا الدستور عندنا بيقول ولا يتم التنازل عن أي جزء فيه. نعم. ثم عندنا الدستور الجديد في 2014 من ناحية أعمال السيادة اللي هم استندوا إليها هيئة قضاء الدولة. الدستور الحقيقة من سنة 71 لغاية اليوم في نص صريح جدا بيقول السيادة للشعب وحده، يعني ما عادش فيه حد له سيادة إلا الشعب. وبعدين الدستور فصل سلطات رئيس السلطة التنفيذية تفصيلا يعني معتبرا. معالي السفير أنا لي سؤال لو سمعني حضرتك. سمعني. نعم. لي سؤال، يعني الآن الموقف، هل المحكمة الإدارية العليا قبلت نظر الدعوة وستنظر في هذا الطعن من حيث الشكل من حيث المضمون، أم أنه فقط قدمتم الأوراق وقبلوا الأوراق؟
لا، هو احنا القضايا بالمرحلة الأولى قيد الطعن، وطالما الطعن قيد يبقى لابد أن يعرض عن المحكمة. تمام. المحكمة هتدرسه، هي اللي هتحدد الجلسة اللي هتنظر فيه الطعن، وهيحضر فيه الطرفين. لكن مجرد تقديم الطعن وخد نمرة رقم وخد يعني دفعنا الرسوم وقدمنا المذكرات، يعني معنى هذا انه الطعن مقبول، وانه المحكمه الاداريه لها ان تنظر فيه يا اما تقبله او ترفضه. شكرا جزيلا. نعم، شكرا جزيلا. نعم، معالي السفير ابراهيم يسري مساعد وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا لك.